منصة تاجة الخاصة بالرياضة النسوية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن ناحية أخرى أنا اليوم بصفتي المخرجة ديال الفيلم الوثائقي لبؤة الأطلس اسمعوا زائرهن، وهو فيلم وثائقي من 26 دقيقة مخصص لبؤة الأطلس اللي هما لاعبة المنتخب الوطني المغربي النسوي، لأننا بطبيعة الحال جاية لاكان في المغرب في الثاني من يوليوز كأس أفريقيا للأمم في هذه النسخة النسوية ديالها، ولكن لاحظت أنا بزاف ديال الناس ما كيعرفوش لبؤة الأطلس، ما كيعرفوش اللاعبة المنتخب الوطني، وبالتالي بغيت أنني نقدمهم للناس باش يتم تعبئة الجمهور لأنهم محتاجيننا اليوم. كنذكر أنهم إلى وصلوا النصف النهائي غادي يتأهلوا مباشرة لكأس العالم اللي جاي، فبالتالي كنظن أن تحدي كبير ومحتاجيننا كاملين، هما كاينين 11 لاعبة في الملعب، كنظن أن محتاجين المغاربة كاملين نكونوا هما اللاعبة رقم 12 ويهزوهم كاملين على كتافهم حتى الآخر. والفكرة من مورا هذا الوثائقي كذلك هو شويه اننا نكسروا الاستيريوتيب ونغيروا شويه العقليات والصوره النمطيه اللي محطوطه على الرياضه النسويه، ونقولوا ان الرياضه راه رياضه ما عندها الجنس، وكره القدم كذلك كتبقى رياضه، وسواء تسمينا لبؤات او اسود راه فحال فحال. دونك الى ربحوا العالم المغربي اللي غادي يطلع غيكون هو نفس العالم المغربي اللي كيطلع ملي كيلعبوا الدراري، ومحتاجين اليوم اننا نقولوا للبنات الصغار ان خص حتى واحد ما ينزل لكم سقف الاحلام ديالكم، واذا بغيتوا تلعبوا كره القدم ها هما لبؤات الاطلس كيوريكم ان راه ممكن. Seront qualifiés pour la Coupe du Monde 2023, la Coupe du Monde féminine, et je pense qu'on a tous envie de voir le drapeau marocain en Australie. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, puisque elles vous raconteront un peu plus, et puis je serai là pour répondre à vos questions. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.